والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية. أنا أخاطب الشباب، أول حياتك يا أيها الشاب، بدك زوجة، بدك بيت، بدك عمل، والطرق شايفة كلها مسدودة والأمر صعب. لا، كن مع الله ترى الله معك، وما يتق الله يجعل له مخرجا. في عندي ألف قصة، من الصفر أمل صفر جاء كل شيء. ضع ثقتك بالله، عليك أن تعبده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، اعبده واشكره على عطائه، وانتهت مهمتك. فالقرآن تسمع عن بلاد غنية جدا، بلاد خضراء، أمطار غزيرة، بحيرات. يعني أنا كنت في فرنسا، يعني انتقلت من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، كلها خضراء، أنهار بأعلى درجة من الغزارة، بلاد خضراء جميلة جدا. هي على الشبكية بعد 8 سنتي للدماغ تطلع قطعة من جهنم. طبعاً يجب أن ترى أشياء بنور الله. يعني هون في ببلادنا، الله يديم الأمن ببلادنا ويديم الرخاء ببلادنا إن شاء الله، في خوف من الله، في مساجد ممتلئة، في صلاة، في قرآن، في أب يهم أولاده، في ابن يهم والده، في زوجة مستقيمة حريصة على سمعتها، في تماسك أسري شيء مذهل. والله هي نعمة أيها الأخوة، لكم كلمة دقيقة، والله التماسك الأسري بداية انتصار الأمة، والله انحلال الأسرة بداية انهيار الأمة. لا تزال عم الأسر متماسكة بفضل الله، متماسكة، فلانة زوجة فلان، الابن غالي على أهله، يربى تربية جيدة، لازلنا بخير. أنا بتألم من إنسان بيسافر إلى بلاد غرب ما بيحكي ولا سلبية من سلبياته، بيمدحه مدح مو طبيعي، وما بيشوف ولا إيجابية من إيجابياتنا. هذا إنسان غير موضوعي، يحطم لك معنوياتك. لا تلوم كفي إذا السيف نبى، صح من العزم والدهر أبى. يعني لكل جواد كبوة، ولكل حسام نبوة، ولكل عالم نفوة. نحن الآن الأمة كبى جوادها، بس لها تاريخ مجيد. أيها الإخوة، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن 5 صفحات يوميا، وإلك سؤال اكتبه واسأل عنه، ودائما وأبدا هناك من يجيبك عن أسئلتك. أولا طلب العلم، طلب العلم، الحرص على منهج التلقي، ثم تلاوة القرآن. هذه أول خطوات ثلاثة في تقوية الإيمان. هذا كتاب، يعني تقرأ القرآن يقول لك فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق الكون، الذي خلق سحابة الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ المحيطات كلها بالأرض 60 مرة باليوم بالمياه العذبة، كل شيء بيده، الذي خلق السماوات والأرض، قال لك فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا تحزن على ما مضى ولا تخشى مما هو آت. فالذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. تقرأ القرآن الكريم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد إلهي فوق المكان والزمان، وفوق الشروط والظروف والحصار. شو في ظروف بالأرض؟ هذا الوعد فوقها. تقرأ القرآن الكريم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تلاوة القرآن، يعني حاول تقرأ باليوم 5 صفحات الحد الأدنى بعد الفجر، اقرأهم. أقسم لكم بالله تحل بهذه الصفحات الخمس كل مشكلاتكم، تلاقي مشكلتك بالآية، في عندك طريق مسدود، تفتح القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إله عم بيقول لك، لو أن إنسانا ازداد تعرقه، يسأل الأطباء، رأى ذبابة أثناء النظر مستمرة، يبحث عن طبيب للعيون، شعر بضيق صدر عقب بذل جهد،
يبحث عن طبيب قلب. لماذا نتابع قضايا أجسامنا، قضايا أجهزتنا، قضايا حواسنا؟ لماذا نحن حريصون على صحتنا؟ لماذا نحن حريصون على أرزاقنا؟ لماذا لا نحرص مثل هذا الحرص على إيماننا؟ الإيمان يضعف أيها الأخوة حينما تؤدى العبادات أداءً شكلياً، حينما لا تصلي النوافل إطلاقاً، حينما تتكاسل عن تلاوة القرآن، حينما يشتط البصر فينظر إلى ما لا ينبغي أن ينظر إليه، حينما نجلس في مجلس نتكلم بلا قيد ولا شرط ولا ضابط ولا قلق ولا، هي حالات ضعف الإيمان. الإنسان حينما يشعر بضعف إيمان في عباداته، في أذكاره، في تلاوته، رغبته في العمل الصالح تضعف. كلما كلف بعمل صالح يتنصل بأسلوب لطيف، تنصله من عمل صالح، عدم رغبته بتلاوة القرآن، أداء الصلاة أداءً شكلياً، الابتعاد عن كل النوافل، الاهتمام بالدنيا، التساهل في الاستقامة، هذه كلها حالات تؤدي إلى مزيد من ضعف الإيمان. أخواننا الكرام، في تعبير دقيق، الإنسان بالتعبير المعاصر ديناميكي يعني حركي، أي خطأ يزداد وأي طاعة تزداد، نموذجك حركي، فإذا بدأت بخطأ ربما ازداد الخطأ، بدأت بمخالفة بسيطة تنتقل إلى مخالفة ليست بسيطة، ثم تنتقل إلى مخالفة أكبر، بدأت بطاعة هذه الطاعة تقودك إلى ما هو أكبر منها. لذلك أحد الصحابة الكرام سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله. قال: مع الإيمان عمل. فقال عليه الصلاة والسلام: أن يعطي مما أعطاه الله، الإنفاق. قال: فإن كان لا يجد، قال: أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر. قال: فإن كان لا يستطيع، قال: فليعن الأخرق. قال: فإن لم يفعل، ما خلى شيء. قال له: فليكف أذاه عن الناس. فجاء السؤال المحرج، قال هذا الصحابي: أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يصيب خصة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني إذا كف أذاه عن الناس بعدها سيعين الأخرق، وإذا أعان الأخرق بعدها سيأمر بالمعروف وسينهى عن المنكر، وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعدها سينفق مما آتاه الله عز وجل. فالأعمال الصالحة تزداد والأعمال السيئة والمعاصي تزداد، فأنت نمطك ديناميكي حركي، فإياك أن تتساهل بمعصية هذه تجر إلى أختك. الذي أريده أنت حريص على عينيك، وقد تنتظر شهرين حتى يأتي دورك مع طبيب العيون، حريص على قلبك، حريص على أجهزتك، على رزقك، تسعى، تتحرك، تسأل. لماذا يبدو حرصك على إيمانك ضعيفاً؟ تصلي لسنوات مضت صلاة شكلية ولا تأبه، قد تهجر القرآن إلى أمد طويل ولا تحن إليه، قد تتنصل من كل عمل صالح، قد تهتم بمصالحك، إذا ذكرت الله لا تشعر بشيء، تلوت القرآن لا تشعر بشيء، هذه كلها أعراض ضعف الإيمان، والإيمان إذا ضعف يجدد ويقوى. موضوع هذه الخطبة وسائل تقوية الإيمان. كل واحد يعاني من ضعف الإيمان، وهذه بعض أعراض ضعف الإيمان، بإمكانه أن يقوي إيمانه. أول شيء لتقوية إيمانه
أن يطلب العلم، أن يتابع طلب العلم، لأن الإنسان حريص على وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده، فإذا ازداد علماً ازداد قلقاً، إذا ازداد علماً ازداد طاعة، إذا ازداد علماً ازداد تعلقاً بالآخرة، إذا ازداد علماً ازداد ورعاً، في ارتباط. يعني أضرب مثال بسيط، أخواننا التجار المستوردون أي صفقة يستوردها يدخلها في الميزانية للمالية، لو أخفى صفقة واحدة والمالية تأخذ نسخة عن استيراداته من جهات أخرى من الجمارك، فإذا أغفل صفقة تهدر حساباته ويكلف بأضعاف مضاعفة من الضرائب. أنا لا أصدق أن تاجراً في الأرض يغفل صفقة مستوردة إنه التي ستحاسبه عليها مع صورة من دائرة ثانية. أنت مع إنسان من بني جلدتك لكنه أقوى منك، لكن علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه، فكلما ازددت علماً أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب تزداد استقامةً، كلما أيقنت أن كل خطأ له حساب وأن كل خطأ مع الآخرين له عقاب تلتزم الاستقامة، فأنت تحب نفسك، تحب سلامتك، تحب سعادتك، تحب كمال وجودك، تحب استمرار وجودك، بدافع من فطرتك تستقيم على أمر الله. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يطلب الإنسان العلم، لكن أؤكد لكم أن الإيمان يضعف. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق يضعف أو يهترئ، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. المشكلة كثرة الشبهات وكثرة الشهوات تضعف الإيمان، الشبهات عقدية والشهوات سلوكية، فإذا استمعت إلى شبهة حول الإسلام وشبهة ثانية ولم تبادر إلى حلها ولم تسأل أهل العلم، لم تسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حينما تتراكم في ذهنك الشبهات على الإسلام وما أكثر أعداء الإسلام، وحينما تزل قدمك في بعض الشهوات التي لا ترضي الله، مجموع الشبهات والشهوات هذه تضعف الإيمان. لذلك أيها الإخوة، ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني حاجتك. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني بصراحة ما في طالب بس بداوي وبينتبه وبينجح، يجب أن يداوم وأن ينتبه وأن يدرس في البيت. يعني أيام إنسان يأتي على المسجد يسمع الخطبة أو الدرس فقط، ما في جهد في البيت، لا بد من جهد عبادي، جهد بالذكر، جهد بالدعوة إلى الله، جهد بالأمر بالمعروف، جهد بالنهي عن المنكر، لا بد من أن تضيف إلى مجيئك إلى المسجد جهداً في البيت. قال له: أعني على نفسك، أعني هي عليك. يعني مثلاً ملك عنده ابن وحيد، قال له: سلني يا بني. لو قال له: طائرة خاصة، طائرة خاصة. مثلاً أحدث مركبة في العالم، أحدث مركبة، أجمل قصر، أجمل قصر. أما طلب منه مرة أن يكون أستاذ في الجامعة، لا، هي عليك مو علي، ائتي بالدكتوراه وسأعينك، هذه ليست علي. فالعطاء المادي سهل، أما أنت حينما تطلب الآخرة، تطلب الجنة، هذه تحتاج إلى جهد منك. قال له: أعني على نفسك
بكثرة السجود. شيء آخر، إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله بالليل. أول شيء بقوي إيمانك أن تطلب العلم. الله عز وجل يقول: وقل ربي زدني علما. ينبغي أن تزداد علما. أصدق أيها الإخوة، ما من عطاء على وجه الأرض يناله إنسان كأن تعرف الله. الدليل قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني أكبر فضل عليك أن تعرف الله، إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفته فاتك كل شيء، لأنك ما وجدت شيئا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله عز وجل يقرؤون ويتعلمون كتاب الله عز وجل يتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، وما من رجل يسلك طريقا يلتمس به علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه. يعني بالمقابل، وما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. سهرة على الأسعار، في صعود مستمر، والمواد الغذائية، يعني الدخل ما عاد يكفي. أنت موظف ودوامك طويل، والدخل ما عاد يكفي، تلاقي الدنيا سودت في عينيك، كل يوم في خبر قد لا يحتمل، هكذا الدنيا. ما من يوم إلا والذي بعده أشر حتى تقوم الساعة. فالأخبار السيئة تسبق الهمم، فأنت إذا جلست في مجلس ذكرت الله، ذكرت أنه بكل شيء بيده، رزقك بيده، صحتك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، صحتك، أجهزتك، كل شيء بيده، تتفائل، قال لك: يا عبدي عليك أن تطيعني وانتهى الأمر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بتكون بحالة يأس وإحباط وانسحقت بهالآية هي تنتعش. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه فوق كل الظروف، لك حياة طيبة، أنت لك حق عند الله عز وجل. قال له: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم، أنشأ الله لك حقا عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مهما تكون الأزمة صعبة، يعني واحد وجد نفسه ببطن حوت فجأة ما في أمل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تقرأ القرآن تحس بالأمل، بالثقة بالمستقبل، أن الله عز وجل لا يتخلى عنك. إذا جلست مجلسا ما ذكرت الله فيه الأخبار كلها سيئة، تشعر بالإحباط وباليأس والسوداوية والتشاؤم. أما إذا أتيت بيتا من بيوت الله واستمعت إلى كلام الله، الأمر بيد الله عز وجل، لا يمكن أن يسلمك إلى غيره، مستحيل مستحيل. كيف تعبده وقد أسلمك إلى غيره؟ قال لك: إليه يرجع الأمر كله فاعبده. فهذا الإيمان، التوحيد هو الإيمان. فأنت في مجلس يقرأ فيه القرآن، تشرح فيه آياته، أنت في تفاؤل، في صحة نفسية، في تماسك داخلي، في قوة على مواجهة الخطأ، في شعور بالفوز، شعور بالتفوق، نقلت أهدافك إلى الآخرة، أبواب الجنة مفتحة عليك، بتكون بحال، بصير بحال ثاني. إذاً أيها الإخوة، الآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا ضعف إيمانك وقلت خشيتك وضعفت استقامتك اطلب العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء.
الآن أزمة أهل النار في النار، أزمة علم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيها الإخوة الكرام، أول شيء من أجل تقوية الإيمان ينبغي أن تلزم دروس العلم. واحد طموحه أن يكون طبيب، لكن ما خطر بباله أبداً أن يلتحق بكلية الطب، مات أحمق. مستحيل أن تكون طبيب بأي بلد بالعالم إلا إذا التحقت بالجامعة. يريد الإيمان القوي والفوز والتوفيق والنصر والتأييد، ولا يفكر أبداً أن يطلب العلم. يمضي 10 ساعات المسلسلات، ما درس علم 3/4 ساعة ما بقدر، مشغول ما بقدر. تفضل تحمل النتائج. كيف تعرف الله إن لم تأتي إلى بيت الله؟ كيف تعرف كتاب الله إن لم تجلس في درس يفسر فيه الكتاب؟ كيف تعرف أحكام الفقه؟ يعني ما لم تطلب العلم. هي قضية، يعني عفوا، برميل ماء والدنيا حر، يعني تأتيه قطرات من الماء سريعا ما تتبخر. إنسان أيام بعقد خيران يسمع كلمة، والله كلمة رائعة، عيارها ساعة. في سماع إلى بعض المحاضرات عشوائيا على الصدفة، ليس هذا طلب العلم. يعني ما في إنسان يقرأ مجلة طبية يصير طبيب، هي ثقافة عامة. طب في كلية طب في علامات معينة، في أول سنة علوم منوعة، علوم رياضية وطبيعية وفيزيائية وكيميائية، بعدين في علم التشريح، علم الفيزيولوجيا، علم الأمراض، علم الأدوية، بعدين في ستاج، في تطبيقات، بعدين بياخذ إجازة في الطب، في عنده ماجستير ودكتوراه، بعدين بورد. طريق طويل كثير لحتى ينحط جنب اسمه دال فقط، يعني طبيب. بده إيمان والآخرة والجنة، وما له مستعد يحضر درس علم واحد، ما له مستعد يقرأ كتاب. لاحق الأخبار والمسلسلات والشاشة، وما بيقعد ينتقد الناس وعامل حاله شيخ المسلمين. أيها الأخوة، أول شيء طلب العلم. شيء ثاني، موضوع دقيق جدا، معظم المسلمين يعانون من ضعف الإيمان، ضعف بصلاته، ضعف بإطلاق بصره، بغض بصره، ضعف باستقامة لسانه، ضعف بتلاوة القرآن الكريم، ضعف بمعلوماته الدينية، ضعف بسلوكه، أيام بزل قدمه لبعض المعاصي، هذه كلها أعراض ضعف الإيمان. والإيمان الضعيف يقوى بطلب العلم، لأن يقوى بمنهج التلقي. ما العلم الذي ينبغي أن أتبعه؟ أولاً ما جاء في القرآن الكريم، كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الكريم قطعي الثبوت، إلا أن آياته بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني الدلالة. بآيات قطعية الدلالة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضحة. بآيات أخرى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن قطعي الثبوت، لكن آياته بعضها قطعي الدلالة، بعضها ظني الدلالة. والأشياء الأساسية المتعلقة بسعادتك وسلامتك كلها قطعية الدلالة. في بعض الآيات متعلقة بذات الله، وجاء ربك، يد الله فوق أيديهم. بعض الآيات لا تزيد عن 5 آيات، لم تفهم معناها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من منهج التلقي، القرآن أولاً. أما الحديث، ما كل حديث قطعي الثبوت، في أحاديث موضوعة، في أحاديث ضعيفة، في أحاديث حسنة. أنت بالحديث بحاجة إلى نشاطين، إلى أن تتأكد من صحة الحديث، أنت بحاجة إلى نشاطين. مع القرآن الكريم أنت بحاجة إلى التطبيق فقط، أن تعرف ماذا أراد الله بهذا الكلام. ولكن مع الحديث أنت بحاجة، فضلاً عن أن تطبق، أن تعرف مدى صحة الحديث. ثم ماذا أراد النبي من هذا الحديث؟ ثم تطبيق الحديث. منهج التلقي القرآن والسنة، القرآن وما صح من السنة.
الآن وأي قول آخر من آدم إلى يوم القيامة مسموع مقروء مطبوع مشاهد قديم حديث، وأي قول آخر يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه لا يقبل. يا أخي عملوا حفلة غنائية ما شاء الله، قال ريعوا هذا الفقراء في خلاف الكتاب والسنة. العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. إذاً هذا المشروع الخيري غير مقبول خلاف الدين. الآن أنت مهمتك أي عمل يجب أن يقيم بالكتاب والسنة. أي قول أنه في دواء يطيل العمر، الله قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مرة واحد قال لي يعني الرياضة ممنوعة؟ قلت له لا مو ممنوعة، لك عند الله 67 سنة، إما أن تمضي هذه السنوات واقفاً نشيطاً متحركاً أو بالفراش. العناية بالصحة لا تعني أنها تزيد العمر، ولكن تعني أنها تتمتع بنشاطك الجسدي. فالرياضة ضرورية جداً، لا من أجل أن تطيل بها عمرك، لا، من أجل أن تستغل هذا العمر وأنت نشيط. في آيات قرآنية، فأنت معك منهج، معك مقياس، أي كلام لأي إنسان إذا وافق المنهج على العين والرأس، لم يوافقه لا نقبله. منهج التلقي، القرآن قطعي الثبوت، مهمتك أن تعرف ما المراد من هذه الآية. السنة بعضها قطعي الثبوت، بعضها ظنية الثبوت. إذاً أول عمل أن تتأكد من صحة الحديث، وبعدها أن تتأكد من مدلول الحديث كي تطبقه. أما كلام الآخرين مرهون بموافقته لكتاب الله أو عدم موافقته. تدخل المدرسة صف الحادي عشر بالعلوم الطبيعية، تجي نظرية داروين، الإنسان أصله قرد. أنا والله مؤخراً آمنت بهذه النظرية، مؤخراً، بس آمنت بها معكوسة. كان إنسان صار قرد، كان إنسان كامل، لما انغمس في ملاذ الدنيا أصبح كالقرد، والله قال مسخهم قردة وخنازير. القرد همه بطنه، والخنزير همه فرجه، فالذي همه بطنه وفرجه فقط قرد على خنزير، هكذا مسخ الإنسان بكم. أيها الإخوة، البند الثالث تلاوة القرآن وفهمه.